كما أكد الرئيس السيسي متابعته المباشرة لجميع المشروعات التي يجري تنفيذها داخل الدولة، مشددا على أن محاور التنمية في الإسكندرية ستغير واقع المدينة بشكل كامل. احنا من النادر لما نجد ناس تقدر تحقق لنا كل اللي احنا عايزينه، من بالنادر. انا متابع حاجتي كويس قوي، وإهاب مفيش موضوع بيتعمل في الدولة المصرية إلا لما أنا شايفه كويس، على قد ما بقدر وعلى قد ما بعرف، ولما بلاقي حاجة ما أعرفهاش يا دكتور مصطفى بجيب المتخصصين، المتخصص يجي يقول لنا رأيه في الموضوع إيه، عشان فنيا يبقى هو أولى بالكلام وأولى بالمتابعة. وفي جميع الأحوال زي ما احنا قلنا في المحور ده، إن هو يعني الهبوط منتظر أو ده طبيعي، ولكن نسبته قد إيه؟ طب ما احنا في جميع الأحوال هنقف على يعني على طبقة واحدة هنعمله، ونكمل بعد كده نشوف كمان سنة ولا اتنين لو احتاجنا نعمل كده تاني، مش هيبقى الأمر بالطريقة دي. احنا بنتكلم في المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها ديت، بما فيها الدلتا اللي إيهاب شغال فيها، بنتكلم في أكتر من 150 مليار جنيه، ولا أنا مش واخد بالي؟ مش كده يا إيهاب ولا إيه؟ كان الكلام ده بيتم قبل كده يا جماعة، إن احنا نقول واحنا بنعمل الدلتا الجديدة تخش تعمل العالمين وتخليه 7-8 حارات، وتخش على الضبعة وتخليه 7-8 حارات، ويبقى فيه تخطيط لشبكة الطرق اللي هتغطي الدلتا الجديدة والتخطيط بتاعها، عشان 1.5 مليون فدان اللي احنا رايحين لهم يبقى حاجة ما يحصلش تاني الكلام اللي حصل في بلدنا على مدى على الأقل 100 سنة اللي فاتوا.